رونالدو، الآن فرصة للمرتدة. 6 added minutes has been indicated. يجرب حبة بالتسديد. تسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن، لكن أيضا لم تشكل خطورة كبيرة. تذهب الكرة للجهة الأخرى. نيمار، نيمار، والهدف يأتي. الآن هذه ليست منافسة، هذه ليست كرة قدم صراحة، هذه حصة تدريبية يا صاحبي. سحب تام للخصم بلا رحمة، مستمرون في تسجيل أهداف هدف بعد آخر. قوة كبيرة، فرق كبير بين الفريقين. وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. أظهروا قوتهم في مباراة اليوم وحققوا فوزا مريحا في النهاية. كريستيانو رونالدو بطل مباراة اليوم وأداء أسطوري. يا إلهي يا سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. تسديدة في اتجاه المرمى وفرصة أخرى، حطها في الشباك. يا الله، تصريح قوي من اللاعب في أرضية الميدان، هدف يخليه يقدم المزيد في مباراة اليوم، يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع من المعنويات. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. يلعبها على اليمين، يمر بشكل جميل، قد تكون هذه فرصتهم. كرة إلى الأمام، لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام، نقل كرة إلى الأمام. كريستيانو رونالدو، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. مانشستر يونايتد يحصل على الركنية الأولى في المباراة. موجود لإبعاد الكرة. السنغال ومحاولة مع المرتدة. هذه هي كرة القدم. نيمار انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. نيمار قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. هو المتخصص في هذه الكرات.
كرة رأسية، كرة بعيدة عن المرمى. يلعب كرة على اليسار، تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. لمسة ساحرة هنا، يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. في طرف، ها هي التسديدة، الكرة خطيرة، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. وهذه هي اللحظة اللي كان ينتظرها الجميع في ظهوره المئوي، ينجح في هز الشباك. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. اللاعب يتغير، الآن كرة للجهة المقابلة، رونالدو يسدد من مسافة بعيدة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. Two added minutes has been indicated. بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا في الملعب، يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي بشكل رائع، طريقة ناجحة وفعالة حتى الآن في أول 45 دقيقة. أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية، هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل، التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن أظهروا قوتهم في مباراة اليوم وحققوا فوزا.